بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بكل حزن وأسى انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 هجرية الموافق ل 29 يونيو 2024 ميلادية، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله متواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب سمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ نعي هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل عمر سيدنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأدام عزه ونصره وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون. متابعي قناة سمية بريس، انتقلت إلى رحمة الله اليوم السبت الأميرة للا لطيفة حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس. وفيما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، وبعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بكل حزن وأسى انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك اليوم السبت 22 ذي الحجة 1445 هجرية الموافق للتاسع 29 يونيو 2024 ميلادية، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملك الأمراء والأميرات. وإننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير أن يشمل الفقيد الكريم بواسع رحمته وكريم غفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأدام عزه ونصره وخلد في الأعمال الصالحة ذكره، وإن لله وإنا إليه راجعون. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم قناة سمية بريس بخالص العزاء والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى أصحاب وصاحبات السمو الملكي الأمراء الأجلاء والأميرات الجليلات وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلها فسيح جناته بإذنه تعالى، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.